كتير من الناس بيشرفونا هنا في المركز وهم عندهم قلق شديد جدا بسبب ان اولادهم بيعانوا من النزيف المفاجئ والمتكرر من الانف. معاكم دكتور محمد اسامه حجازي، استشاري الانف والاذن والحنجره وجراحات الاذن الميكروسكوبيه الدقيقه وجراحات الشخير ومناظير الانف والجيوب الانفيه وتجميل الانف. نزيف الأنف عند الأطفال من أشهر أسبابه دايماً هو الرعاف الأنفي الوراثي. هو مرض وراثي موجود في عائلات بيعمل ضعف في الشعيرات الدموية بتاعت الحاجز الأنفي من قدام، بيتسبب في نزيف متكرر برغم أن العروق أو الشعيرات الدموية بتبقى رقيقة جداً، لكن كمية النزيف الأمامي اللي بتحدث من الأنف بتبقى كبيرة جداً وبتخض الأهالي بشكل كبير. ده أشهر سبب وأكثر حاجة، علاجه سهل جدا مفيش فيه مشكله، دايما بنجرب الادويه اللي بتقوي الشعيرات الدمويه وعاده بنسبه كبيره جدا الاطفال بتتحسن. في حال فشل الادويه بنضطر نلجا ان احنا نعمل كوي للشعيرات الدمويه اللي بتنزف، فده بنعمله هنا في مركز دوميت لجراحات ومناظير الانف والاذن والحنجره عن طريق جهاز الكوبليشن، وده جهاز احدث من الليزر ملوش اي تاثير حراري على الانسجه، واستعماله بياخد مده لا تتخطى ال5 ثواني، بيتقفل الشريان خالص اللي بيجيب دم والمشكله بتنتهي تماما. في اسباب ثانيه لحدوث نزيف الانف ولكنها اقل شيوعا، زي وجود حمات دمويه على الحاجز الانفي أو تكرار التهابات الأنف. شكرا جزيلا لحضراتكم.